السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا باشمهندسين، إن شاء الله النهارده إحنا هنكمل اللي إحنا خدناه قبل كده. أنا بتكلم معاك، عايز أكلمك النهارده على الجزء بتاع الـ Sensitivity Analysis. افتكر معايا مني آخر مرة إحنا اتكلمنا فيها، أنا اتكلمت على Range of Optimality C1 و C2. أنا هرجع معاك أحل مسألة معاك دلوقتي عليها عشان يبقى إيه موجود معاك. بعدين هكمل الفيزابيليتي. اولا يهمني جدا انك فاهم ان الجزء بتاع السنسيتيفيتي اناليسز الجزء ده خاص بالامبروفمنت بتاعه الموديل. يعني انا عندي مساله والبروبلم اللي فيها اوبجكتيف فانكشن زي ما انت عارف وفيها كونستريكتس، انا اوريدي حليتها. يعني انا حليت خلاص، انا عرفت ان الاوبتيمال يحصل عند كذا، الاوبتيمال عند اكس 1 و X2 بيساوي كذا، ده البرودكت ميكس. دلوقتي عايز اعمل امبروفمنت، عايز احسن الموديل. الامبروفمنتس دي تتم عن طريق طريقين او بطريقين. The first of them is to handle the objective function. اول تعديل ممكن اعدل في الobjective function، يبقى اعدل في البرايسز. لو انا بتكلم على اسعار اعدل في البرايسز، بعدل في الكوانتيتيز في الكميات. إذا كنت بتكلم على برودكت ماكس وبرايسز ريليتيف للبرودكت ماكس، يعني بتكلم على منتجات أنا بعملها وأسعار المنتجات دي وأنا عايز أزودها أو أغير التسعير بتاعها، ده اسمه اوبتيماليتي رينج بيتعمل في الأوبجيكتيف فانكشن. الفيزابيليتي رينج اللي هي الكونسترينز بالماتيريالز بالكميات ما بتغيرش. الفيزابل اريا والسولوشن ثابتة، والبوينتس بتاعت البرودكشن ثابت ما بغيرش فيه. انا بس هغير في الكوفيشنتس بتاعت مين؟ الاوبجيكتيف فانكشن. وده انا قلته لك ان ذا بريفيس ليكتشر، لما جبت C1 رينج وجبت C2 رينج واديتك اللو بتاع 100% انكريز او ديكريز اللي هو القانون بتاع 100% خطا، بحسبه واشوف الاول انكريز واشوف هيتغير ولا مش هيتغير. النهارده عايز اكلمك على ده، هراجع معاك عليه بعدين. هدي لك بقى الاتجاه التاني، ان انا اغير في الفيزابيليتي رينج. الفيزابيليتي رينجز او الفيزابيليتي اناليسز ده معناه ان الفيزابل اريا اوف سولوشن اكبرها او ايه؟ اصغرها، هتحكم في الكونسترينز. بس بشرط ان البايندنج كونسترينز والريمينج سيم. هو يعني ايه بايندنج كونسترين؟ يعني الكونسترين اللي بيحكم الحد، اللي هو الانترسكشنز بتاعتهم بتدي لك مين؟ الاوبتيماليتي بوينت. اللي هو لهم معنى تاني انا باكد عليه وهاكد عليه باستمرار، ان هم كومبليتلي اكسوستد. استهلكوا بالكامل عشان توصل للحل اللي انت وصلت له. فهم دول اللي ايه؟ خانقينك، هم دول اللي موقفينك، دول اسمهم بايندنج. اوكي؟ كلامي دلوقتي تاني ملخص واكد عليك. انا هدرس كام نوع؟ نوعين. يا اما اوبتيماليتي رينج يا اما فيزابيليتي رينج. اوبتيماليتي رينجز او اوبتيماليتي اناليسز ده في الاوبجكتيف فانكشن. بعدين لو انا هتكلم فيزابيليتي اناليسز يبقى بتكلم فين؟ في كونسترينتس، بتكلم في القيود البايندنج اللي بتحكم الحد. واضح؟ تعالى معايا كده رجعين المساله. طبعا الكلام ده مكتوب عندك هنا، بيقول لك الرينج اوبتيماليتي ديترمين ذا رينج اوف فيزابيليتي اوف ذا بايندنج constraints or pull the range of constraints at the limit. كمل بقى معايا انا علشان طبعا انا بشرح لك ايه هو الرينج اوف فيزابيليتي، وبيقول لك انا ممكن استفيد جدا من الرينج اوف فيزابيليتي ده عن طريق ان انا اطلع حاجه اسمها اليونت وورث. اليونت وورث ده معناه الكونتريبيوشن بتاع الزياده بتاعت كل ماتيريال في الاوبجكتيف فانكشن. هفهمها كويس قوي. كمان شويه صغيرين. القانون ببساطة بيقول الـ value of objective function عند الـ maximum point minus الـ value of objective function at minimum على الـ values difference in values بتاعت الـ materials availability زي ما نشوفها. تعال بقى ايه؟ خلينا نلخص ده وبالتالي احصل على مسألة كده. أنا هختار المسألة اللي احنا حليناها من البداية اللي هي بتاعت انت حفظتها من كتب الاستخدام. XE ومين؟ وإكس XE وإكس اللي كانت الكونسترينز بتاعتهم زي ما حضرتك شايف. طبعا افتكر معايا انا براجع
لو انا حبيت ان انا ارسم المساله دي، كان اول حاجه بعملها بعمل ايه؟ بروح على طول اروح جاي قايل والله ده كده انا هختار ان هو اكس اي مثلا، وفوقيه اللمه دي موجود عندي مين؟ اكس ار، وببدا احط الكونسترينت صح؟ كل ده احنا عارفينه بالتاكيد. رحت جبت اكس اي بتساوي زيرو، معنى ان اكس اي بتساوي زيرو يعني اروح بالعكس عن اكس اي. فين الفاليوز بتاعت اكس اي جريتر ذان زيرو؟ دي الفاليوز اللي بتطلع لفوق. يبقى اذا ده معناه ان ده كونسترينت نمبر 6 ان سيميلر مانر. لو رحت على كونسترينت نمبر 5 بيقول اكس اي جريتر ذان زيرو، اقف عند زيرو، يبقى انا واقف عند اكس اي. فين الاتجاه بتاع الاكس اي الاكبر من الزيرو اللي هو تو ذا رايت؟ يبقى اذا ده معناه ان ده كده كونسترينت نمبر كام؟ نمبر 5. بعدين هبدا كل كونسترينت ارسمه. لو دخلت على الفيرست كونسترينت كان بيقول اكس اي بلس 2 اكس اي ايكوال 6. فبكل بساطه كنت بعمله ازاي؟ وي هاف تو فايند تو بوينتس. يبقى انا لو حطيت اكس اي ب 0 هيديك اكس اي يساوي 6. يبقى انا همشي هنا في اكس اي سي ان ال 6 هنا ده. بعدين هحط اكس اي اكس اي هي ب 0 هيدي لك الاكس اي بيساوي 3 وليكن 3 هنا. كده بكونكت التو بوينتس دول مع بعض اهو. وده كده فيرست كونسترينت. وانت دلوقتي عارف ان البوينت دي 6 0 وان البوينت اللي انا بتكلم عليها دي اللي هي 0 كام؟ ده فيرست كونسترينت. طبعا عشان احدد الاريا بختار يعني ده باوندري ده الحد. علشان احدد الاريا ساتيسفاينج ذيس كونسترينت كنت بختار الاوريجن لان عارف انها تحت. واروح اعمل سبستيتيوشن 0 بلس 2 تايم 0 مش كان بي 0 ليس ذان 6 لوجيك منطقي الصفر قلم 6 يبقى كل المنطقه اللي تحتي. يبقى انا عرفت فين الجزء اللي بيحقق الكونسترين ده اللي تحتي. ان سيميلر مانر اروح امسك سكند كونسترين اللي هو هيدي لك 2 اكس اي بلس اكس اي بيساوي 8. لما احط اكس اي ب 0 هيديك اكس اي بيساوي 4 سي ان 4 ام. لما اعمل العكس هيدي لك ان اكس اي بيساوي 8 سي ان 1 ام. وهنزل ادا الرن بتاعي اهو اللي هي معدل الحته دي ادي الاربعه. ده كده الكونسترين نمبر كام؟ نمبر 2. يبقى انا كده جبت السكند كونسترين. برضه بنفس الاسلوب لو خدت 0 0 هلاقي ان 0 بلس 0 لسه 8 لوجيك يبقى اللي بيحقق فين؟ تحتيه. يبقى اذا انا عارف ان اللي بيحقق ده كده. لو رحت على نيجاتيف اكس اي بلس اكس اي لده ايكوال 1 لو جيت احط اكس اي ب 0 هيدي لك اكس اي بيساوي 1 ولو جيت على الثاني هيديني نيجاتيف 1. الجزء ده بره الفيزابل بس الجزء ده داخل في الفيزابل وطبعا ادى اهو. وده كونسترين نمبر كام؟ نمبر 3. والاريا اللي ساتسفاين هتبقى اللي في الاتجاه ده. لو جيت على الرابع، رابع سهل قوي لان بيقول لك اكس اي بيساوي 2. يبقى انا هطلع في اكس اي لغايه 4 سي انه هنا وهروح راسم الى اللاين بتاعي ده كده كونسترين رقم كام؟ وادي الاريا اللي بنحققه. في الوضع اللي انا راسمه ده كده المفترض ان المنطقه اللي انا بشاور عليها بالسيركلز دي هي دي اللي اسمها ايه؟ فيزابل اريا اوف سولوشن. دي كده اللي هي فيزابل اريا اوف سولوشنز. لو انا هشتغل كورنر بوينت كنت على طول بروح داخل جايب البوينتس دي. دي كده بوينت A اللي هي عند 0 0 دي بوينت B 0 اند 1 دي البوينت نمبر C والبوينت نمبر C دي اقدر اجيبها. هي عباره عن ثيرد وفورث. ادا الثيرد كونسترين وادا الفورث كونسترين. لو رحت شلت الاكس اي دي وحطيت مكانها 2 هيبقى ال 2 يروح يا اما الثاني نيجاتيف 2 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 على نيجاتيف يديك 1. يعني معناها ان البوينت اللي احنا بنتكلم عليها دي اكس اي ب 1 واكس اي بكام؟ 2. بعدين تظهر البوينت اللي انت شايفها قدامك دي انا هشاور عليها كده من بعيد. اهي البوينت دي. البوينت دي ليها بوينت رقم كام؟ فيرست وفورث. فيرست الاول والرابع. اخش بقى الاول اهو اروح اشيل دي واحط 2 يبقى 2 تايمز 2 4 روح اليمين الثانيه نيجاتيف 4.
That's ان البوينت دي اكس اي بتاعها 2 اكس اي بتساوي 2 دي بوينت دي. اتفضلي. هو يعني اللاين انترسكت مع الحته الفيزبل بتاعت هي واي بهدى؟ ايه؟ اللاين انترسكشن مع الحته الفيزبل هي بهدى؟ البوينت بتاعت الحروف. بتاعت الكورنرز؟ بتاعت الكورنرز. مش هي الاريا دي لها الكورنر ده كورنر انترسكشن ده كورنر صح؟ ده كورنر بعدين هيجي دي كورنر صح كده؟ انت بقى الكورنر ده بتوين مين ومين اللي انا بشاور عليه قطع ليه صبايا بين الخط ده والخط ده اللي هم اسمهم ايه؟ ده وهم وده او اروح بقى امسك التو ايكويشنز دول واحلهم مع بعض لما انا حليتهم لان انا حالي الموديل فده معناه ان البوينت اللي انا بتكلم عليها دي هي البوينت دي اللي اسمها اف ومن الحل بتاعنا دي كانت البوينت اوف اوبتيماليتي اللي هي كانت 10 اوفر 3 و 4 اوفر كام؟ 3 بعدين لو انت جيت تبص على البوينت اللي بعد كده ايه بنسميه اف؟ ادي ايه خليني اقول ان دي اي وادي النقطه اللي بعديها اللي اسمها اف اللي هي 4 وكام؟ تمام؟ انا كده رسمت الفيزبل اريا والسولوشن وانا اوريدي عارف الحل خلاص عارف ان الزي الفاليو بتاعت الزد هي عباره عن 3 اوف اكس اي بلس 2 اوف اكس اي وعارف ان الاوبتيمال بوينت او الميكس ان اكس اي 10 اوفر 3 واكس اي 4 اوفر 3 and they will develop z optimal بيساوي 12666.67 ده الاوبتيمال سولوشن. على فكره في فايده ثانيه انا عارفها. ايه بقى؟ ايه الفايده كمان اللي انا عارفها؟ ان البوينت اللي انا بتكلم عليها دي هي intersection between which constraints؟ فيرست سكند يبقى انا دلوقتي عارف ان كمان هم مين الباين دين كونسترينز 1 و 2 صح كده؟ دول الباين دين كونسترينز يعني انا عندي مشكله في ال 6 وال 8 6 وال 8 دول خلصوا ومعنى ان ده باين دين اللي بالك كتير ان ال 6 تونز دول يو ران اوت 6 تونز at the same time ال 8 تونز ار كومبليتلي اكزوستد بصوا دول اندد ده معنى ان البوينت دي واقعه لكن الديماندز متوفرين وما عندكش مشاكل فيه ما عندكش اي مشاكل فيه واضحه؟ حلو طيب انا عايز اعمل اوبتيماليتي رينج لو انا هتكلم على سيرش فور اوبتيمال يبقى انا هقول ان الزي هتساوي سي اي في اكس اي بلس سي اي اكس اي انا بقى عايز اعمل ايه؟ ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا عايز خلي بالك امسك دي احركها هنا كده بس بشرط ان يدن البايندنج الفيرست كونسترين والسكند كونسترين والفيزابيلتي ما غيرتش الفيزابيلتي ما غيرتش لذلك هتكلم بس على الاوبجيكتيف. اجيبها ازاي؟ هروح جاي قايل لو انا عايز اجيب السي اي هروح جاي قايل انا هقول نيجاتيف سي اي باي سي ار بعدين امسك البايندنج كونسترينز اوجد كوفيشنت سي اي على سي ار الاولانيه هتبقى نيجاتيف 1 اوفر 2 والثانيه هتبقى نيجاتيف 2 حطهم هو ده لازم يبقى انكلوز من السكوب نشر يبقى اذا ده معناه ان هو نيجاتيف هاف وانه اكبر من نيجاتيف 2 ده اللي ده نوت ايكوال ده نيجاتيف لو انا ضربتها كلها في نيجاتيف عشان اشيل النيجاتيف يبقى دي معناها ان سي اي باي سي اي ليس ذان اور ايكوال جريتر ذان اور ايكوال 2 اند هاف لو انا حبيت اشوف الرينج بتاع السي اي بس under the constraint ان او الكونديشن ان السي اي will remain the same يبقى ده معناها ان السي اي less than or equal to سي اي greater than or equal half السي اي يعني السي اي less than or equal 4
greater than or equal to 1 سوري انا شلت السي اي وحطيته بقى جبت الرينج اغير في السي اي بس تحت شرط ان السي اي بكام زادت طيب لو انا حبيت اجيب العكس لو حبيت اجيب العكس نفس الوضع بالظبط بس المره دي يبقى نيجاتيف السي اي اللي هو مقسوم على مين وليه زمر ايكوال جريتر ذان اور ايكوال نفس اللي احنا بنعمله حاجه على دي نيجاتيف ده على ده يبقى نيجاتيف 2 بالصدفه طبعا هنا بالصدفه اللي بعديه نيجاتيف اوف يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف اوف ابدا احطهم برده بالترتيب برضه هنا بالصدفه البحته يعني ده نيجاتيف هاف وده نيجاتيف 2 لو انا ضربت في نيجاتيف ليس ذان ايكوال هاف جريتر سوري ليس ذان ايكوال 2 جريتر ذان ايكوال هاف ده سي اي لو ضربت في السي اي ظهرت يمين وظهرت شمال لو انا ثبت السي اي انها ب 3 يبقى ده معناه ان السي اي ليس ذان ايكوال 6 وجريتر ذان ايكوال 3 اوفر 2 الاناليسيس ده اداني المعلومات الاتيه الاناليسيس اللي انا عملته ده اداني معلومات ايه بقى معلوماتك ان الرينج بتاع السي اي موجود مينيمم موجود ماكسيمم فاليوز موجود الكرنت هو السي اي الكرنت بكام حاله هو بكام الحل بتاعك بثلاثة وتنفع تزوده لغايه لما توصل لكام؟ او تقلله لغايه لما توصل لكام؟ بس دول تحت شرط ان لازم السي اي ريمين بكام؟ ونفس الكلام اقدر اعمله للرينج بتاع سي اي يا باشمهندس سي كارنت ب 2 ماكسيموم 6 مينيموم 3 اوفر 2 بس اندر ذا كونديشن ان سي اي والكلام ده بيساوي 3 صح كده؟ معنى الكلام ان ديتيلز يعني لو انا جاي كيف ارفع واحد من البرودكتس واحد بس فرقتك يا باشا انا بدل ما ده كان باثنين انا شايف ان السعر بتاع الاثنين ده قليل انا هرفعه لاربعه ما عندكش مشكله خمسه ما عندكش مشكلة. آخر آخرك دايما بكام؟ بست ما عندكش مشاكل. Visible area زي ما هي، binding زي ما هما، السعر الأولاني زي ما هما، اللي هيحصل إن الأوبجيكتيف هتتغير. فعلى سبيل المثال لو أنا خليت دي مثلا ب 5 أي رقم، خليتها بخمسة. النتيجة إيه هيحصل؟ هيبقى 3 times 10 over 3 ب 10 بلس 5 هضرب اوفر 3 5 هضربها في 4 اوفر 3 يبقى 20 اوفر 3 عشان 3 يعني كام؟ 8.66 يبقى انت كده تكسب 18,666.67 فاول ما عملتش حاجه يعني وانت قاعد على المكتب كده بدل ما انا بيبقى 2000 بيبقى ب 4000 على طول الفلوس هترجع لك زي ما انت ولا زال عدد الناس اللي هتشتري هم هم ونفس الوضع ونفس الاوبتيمال بتاعك زي ده. ده في ايه بالظبط يا دكتور؟ ده في ايه؟ لو حضرتك غيرت هنا في سي اي بدل ما هو باثنين خليته بخمسه اقل من السلك بس بشرط ان السي اي ده انه كام؟ بثلاثه. واضح كده؟ يبقى انا بغير منتج ومثبت مين؟ منتج جديد. لو انت بقى جيت تقول لي انا هغير مين؟ الاثنين. طالما انت بتزود واحد بس ومثبت الثاني الرنجات دي مظبوطه. طب لو هلعب في السعرين بس بشرط لا عايز البايندنج كونسترينز يتغيروا ولا الفيزبل اريا والسولوشن يتغير. ما هو لو البايندنج اتغير الحل اتغير اصبحت الشروط متغيره. لو الفيزابيلتي اريا اتغيرت انت بتحل بروبلم جديده. مش نفس البروبلم بتاعتك وبالتالي البرودكت ميكس يتغير كل الدنيا كلها بتغير. طيب لو انا عايز اعمل ده يجي لك ال 100% لو وده انا قلت لك برضه المره اللي فاتت كان بيقول ايه 100% لو كان بيقول البيرسنت بتاعت الايرور بلس البيرسنت بتاع
بتاعت الايرور they must be less than or equal كام يا باشمهندس 100. بحسب الايرور ده ازاي؟ طبعا ده الايرور ان سي اي وده الايرور ان سي ماي اه. فلنفترض انا جالي كيف اني اخلي ده يبقى بتلاتة ونص وفي نفس الوقت عايز ده يبقى باربعة. ماشي الحق؟ او خليني ما خلوش باربعة ليه هدف يعني. اقول لك مصيرك يا باشمهندس. هو انا مش قاعد في البطاطس، انا اول ما بقرب من الاسعار في كهرباء. اي برودكت انت بتنشره او بتبيعه او سعر متر انت هتسوقه كباشمهندس مدني بعد ما تبني، اذا كان بقى 1000 جنيه ما ينفعش تخليه ب 10. بالظبط. انا هزقه خليه ب 1200 1250 1500. بص بحط رجلي وبعمل ايه؟ بحط رجلي وراجع رجلي. اي سعر انا بعمله كده، خايف ان الزبون ايه اللي يحصل له؟ يقول لي ولع ويسيبك ويمشي. فاهمني؟ طيب هلعب اللعبه دي ازاي؟ انا بزوده هما الاثنين. شوف بقى هروح اعمل ايه؟ لو انا هجيب البرسنت انكريز في السي اي هقول الاتي، هو انت زودت بكام؟ بثلاثة ونص. والكرنت بكام؟ هو انت اصلا مسموح لك تزود كام؟ من اربعة للكرنت اللي هو بكام؟ في الوضع ده ثلاثة ونص ناقص ثلاثة بنص 0.5 ديفايدد على 1، يعني انت كده جبت 0.5. لو انا بتكلم على برسنتج 100 يبقى اذا كده انت عملت زياده 50% انكريز، زودت 50% من المسموح بيه. طيب لو انا جيت اجيب البرسنت انكريز للسي اول هيساوي، هو السعر الجديد بقى كام؟ 3. والسعر القديم بكام؟ وانت اصلا مسموح لك بكام؟ وانت دلوقتي اصلا انت كام؟ الكلام ده هيساوي 1 ديفايدد باي 4، يعني الكلام ده يدي لك 25%. اجمعهم على بعض 50 25 75، يو ار ان جود شيب، انت كده 100 100. كل اللي هيفرق بدل ما الاوبجيكتيف كده اصبح النيو اوبجيكتيف اللي انا اتكلم عليه اهو ده النيو، هيبقى الزد هيساوي 3.5 اكس اي بلس 3 اوف اكس اي. هروح اشيل الاكس اي واحط 10 اوفر 3 الموديل ما اتغيرش، بلس 3 في 4 اوفر 3 وده تو ديفولب هيكسبك كام؟ شيل 3 مع ادي عندك 35 على 3 يديلك ايه؟ 11.666 مثلا. بعدين اجمع عليه 4 يبقى ده هيكسبك مثلا 15,666.67. انا ما غيرتش برودكشن ميكس، ما غيرتش الباوندريز، فيزابيلتي اريا زي ما هي، ضمانت مش مقصر، مش اي حاجه كده، كله زي الفل. انا اللي حصل بس ان انا غيرت البرايسنج او الاسعار بتاعتي فين؟ في الاوبجيكتيف فانكشن. واضحه؟ يبقى انت كده في السيف سايد برفع بس تحت، يعني تبسيط، برفع بس تحت القدره الشرائيه بتاعت الزبون بتاعك كتبسيط مخ، يعني تبسيط كبير. بدل ما كنت بعمل رغيف مثلا بجنيه هخليه بجنيه وخمسه سنخ مثلا، فاللي جاي مش هيتاثر، اخد 10 نفس الكميه. انا بس اللي كسبت ان الانكم بتاعك ايه اللي حصل له؟ زاد شويه صغيرين اللي انت شفتهم. ما تيجي كده غيرت السعر. مرحبا. تعال. انا هعمل الثلاثه دي مش عاجباني. انا هشيل الثلاثه دي وهحط لك هنا خمسه. تعال نشوف. يبقى انا الثلاثه دي هتمشي ويتحط مكانها هنا كام؟ 5 ماينس 2 ب 3. 3 اوفر 4 يخلي لك ده 3 كوارترز، يعني ده كده اصبح كام يا هندسه؟ 75%. لو جيت اجمع الاثنين دول على بعض 50 بلس 75% it's gonna be 125. ده معناه ايه؟ معناه يا باشمهندس ان الاوبتيماليتي
بوينت بتاعتك هتتغير، وبالتالي لازم تعمل ري ايفالويشن للبروبلم بتاعك، تعيد الحل. ولما تعيد الحل غالبا دي مش هتبقى الاوبتيماليتي بوينت، هتبقى يا اما دي يا اما اف، نقطه من النقط التانيه. واضحه؟ بس الفيزابيلتي اريا ما اتغيرتش، يعني ستيل البراكتيكال سولوشن اريا هي هي، بس مش نقطه اي اللي هتدي لك الاوبتيم، قد تكون دي قد تكون اف. الديمنت واضحه؟ معايا يا باشمهندس؟ طب كده الارقام ديت انا ممكن العب فيها كتير، ايه اللي هيحقق لي افضل من على حسب التسعير بتاعك ده. انا جرب جرب زي ما انت عايز، بس ما تكسرش مين؟ ال 100% اللي انت بتتكلم عنها. واضحه؟ يبقى خلي بالك ان انا اصلا حالل المدد، يعني على الكرنت سيتويشن، كرنت سيتويشن البرايسنج ده انت مش هبل في الجبل. انت البروبلم اللي موجوده قدامك موجود اصلا فيها كام كونسترين؟ ما تنساش ان البرايسنج ده داخل فيه الكومبيتيشن مع الماركت. يعني انا لو راجل بتاع براند مثلا داخل فيه بقيه المخابز اللي حواليا بتطلع العيش بكام؟ ما ينفعش انا برضه 100% لو كويس قوي ومتين ها ولستيل في الرينج، بس انا هطلع بجنيه وربع وهو قدامه بجنيه. يبقى انت خرجت من الموديل بتاعك ودخل عندك الديماند هيبدا ينسحب ناحيه مين؟ الراجل التاني. حتى لو انت حسنت شويه، يعني دي برضه ميكس لازم كالتشر وانت تحتاجها. حسن كان حد من زمايلك مش عارف هنا ولا في حد تاني كان بيقول عندي مغسله ومش عارف بعمل ايه وبحب احسن بايه وبحط ايه ومش عارف ايه واسيب السعر زي ما هو، انت فاهم؟ اي كومباريزون من الكومباريزونز اللي انت بتشتغل عليها دي لازم تتنقل الاكسبيرينس دي لزهور. وافتر رول بتترجم لايه؟ لبوينتس، فلوس، كاستس، وات ايفر بقى. كلامي واضح؟ ملخص كلامي، انا بوجد الاوبتيماليتي رينج، يعني بشتغل على مين؟ اوبجيكتيف. الاوبتيماليتي رينج بيتحسب الاول ان واحد ثابت والتاني غالب. لما حسبت الاوبتيماليتي رينج ممكن انزل ارفع الاثنين. طب ارفع واحد وانزل واحد؟ ما انا هو انت ليه اشمعنى يعني ترفع بس؟ انا جبت لك هنا انكريز، صح؟ جبت لك هنا انكريز، طب ما انا ممكن بدل 3.5 اخليه 2.5 اجبرت على كده. دخل لي زبون جديد، واحد ام سوري يعني في فاكتوري جديد او في كومبيتيتيف انديفيديوال دخل، راح جاي لي على مثلا انا بتكلم على بريد يعني اوكي، بدل او بتكلم على وحدات سكنيه، انا بنزل الشقه بتاعتي 130 متر ب 400,000 جنيه، راح صاحبك ده منزل لي نفس المساحه بنفس كل حاجه ومكان مناسب، مش هنزلها ب 400، هنزلها ب 375. كده انا مجبر ان انا احاكي، يبقى انا ممكن انزل، يبقى ده لو انا نزلت يبقى ده مش انكريز، يبقى ديكريز. لان في الوضع ده هقول 2.5 ناقص 3 على 1 ناقص 3، يبقى انا بجيب الالاوبل ديكريز واشوف البيرسنت برضه بتاعتي وابدا اشوف ده. واضحه؟ اوكي. المهم ان الاوبتيماليتي رينج انت بتلعب في البروفيشن بتاعت مين؟ اوبجيكتيف فانكشن. without changing binding او visibility. خلصنا؟ خلصنا؟ تعالى يا ابني. الكلام اللي انا قلته واضح؟ خلاص هو ريكورد اللي هحاول ارفعه ان شاء الله. هو اوريدي عندك وانا قلته المره اللي فاتت. اللي انا عايز اكلمك بقى فيه دلوقتي خطير قوي. تابعني قوي كده سنه بسنه. انا عايز اغير في الفيزابيلتي، عايز ازود في الكونستيرنس. خليك معايا. نفس اللي انا عملته ده، بس انا همسح الحته دي عشان عايز ده قدامك. بص كده واحده واحده، خلاص انت عرفت الاوبتيماليتي يا النهضه. انا حاليا ايه اللي موقفني؟ ان البايندنج كونسترينز ما خلصتش. سوري خلصت. فانا هبدا اشوف البايندنج. ده بايندنج كونسترين ورقم واحد بايندنج. انا دلوقتي اوجد الرينج اوف فيزابيلتي اوف ام 2. هتكلم على ام 2. سيب الان خالص، خلي عينيك معايا.
بصلي على ام 2 شايف ام 2 ام 2 ده كان الكرنت الدمب هنا ام 2 فين ماتيريال رقم 2 ساكن 500 رقمه كام 8 بصلي بس قوي ده الكوليسترين نمبر 2 اهو انا مشاور عليه شايفين ما يبقاش سي ده الكوليسترين نمبر 2 انا مشاور عليه اهو واضحه شايفين الخط ها شيل اللي بتكتب شيل سيبني فيك انا هشيل لو انا شلت الفيزبل اريا اوف سولوشن ايه اللي هيحصل لها؟ هتروح داخله كده صح؟ دي الفيزبل اريا اوف سولوشن مش كده برضه يا باشمهندسين؟ تقدر حضرتك دلوقتي تقول لي فين الكورنرز؟ فين الكورنرز الجديده؟ مش اتغيرت؟ يعني نقطه اي دي مش عارف معاك؟ نقطه اي دي مش معاك خلاص ما عادش موجوده مين بقى النقطتين الموجودين يا هندسه؟ البوينت دي اللي هي 6 ومين؟ وزيرو صح؟ خليني اقول ان البوينت دي وليكن بوينت جي ولا ايه؟ بعدين مين النقطه الثانيه اللي اصبحت ظهرت دلوقتي؟ بوينت نمبر دي بقت دي وبقت مين؟ مطلوب عند كل واحده فيهم تحسب لي الاوبجيكتيف فانكشن وتحسب لي الماتيريال رقم 2 بكام؟ يبقى انا هاخد 6 و 0 تعالى فين الماتيريال نمبر 2؟ شيل لي بقى اكس اي واكس اي وحط 6 و 0 ايه اللي يطلع؟ هيبقى 2 تايم 6 12 ودي بقت ب 0 يبقى بدل 8 بقى بكام؟ يبقى انا هاجي هنا واروح قايل ات بوينت نمبر جي ده الماتيريال نمبر 2 ماتيريال نمبر 2 ماكسيمم افيلابيليتي هتبقى كام طن؟ 12 طن تمام؟ بعدين ارجع لي عند البوينت اللي قبليها اللي هي بوينت نمبر كام؟ اللي هي كانت بكام وكام؟ ب 0 لا 2 يبقى اذا دي بوينت جي اللي هي 6 و 0 دي بوينت دي اللي هي كانت ب 2 ومين؟ تعالى ارجع لي هنا شيل الاكس اي دي وحط 2 شيل الاكس اي ده وحط 2 هيبقى 4 بلس 2 دي كام؟ ده كده مليون يبقى ده 6 طنز ده المليون اصلا الكرنت كان بكام؟ وده كان عند البوينت الاساسيه بتاعت الحل انت بتتخيل انك شلته لكن هو ما اتشالش طبعا ده 10 اوفر 3 وده 4 اوفر كام؟ تعالى بقى ارجع معايا كده تاني ده السكند كونسترين بالنسبه ليك لسته دوتو ايه؟ الاربعه الثلاثه والعشره ده الاساس ده الاساس ده الاساس اللي انا بحب عليه الموديل انت معايا؟ انت عارف انا بعمل ايه؟ شايف الكونسترين نمبر 2 انا اكني زقيته لما زقه هيتحرك لا زال هو بايندنج وده بايندنج فيرست كونسترين اخر نقطة وهما الاثنين بايندنج هتجيلك نقطة مين؟ 6 و 0 واقل نقطة وهما الاثنين بايندنج هيدن هو مع مين؟ مع الفيرست اللي هي النقطة رقم كام؟ رقم دي يبقى انا بحرك بس ستيل البايندنج كونسترينز هما المين؟ البايندنج كده انا موجود الرينج هو يبقى بدل ما كانوا 8 طن اقدر ازود لغايه لما اوصل لكام طن؟ 12 طن واقدر اشد من ال 8 طن انزل لغايه لما يوصلوا لكام طن؟ 6 طن ولا زال البايندنج كونسترين الفيرست ومين؟ والسكند اوعى تفتكر ان انا شلته انا بتخيل بس ان انا شلته لكن طبعا هو لا زال موجود اهو ده الاصل واصلا ده مش موجود ده انا بقرب لك لو انا شلته ايه الكونسيكونسز اللي هتحصل هو انا مش شلته انا بتخيل اني حركته
بدل ما كان ب 8 هقعد ازوده. بص يا باشمهندس اهو هو بايند ازود بايند ازود بايند ازود بايند ازود فين اخره؟ بوينت. اول ما يعدي ما اصبحش بايند. يبقى اذا انا جبت النقطه الاخيره عشان كده سميته ماكس. محتاج منك تعمل لي حاجه كمان. انا عايزك تجيب لي الاوبجكتيف فانكشن عند هنا وعند هنا. يبقى هو انت اصلا عارف الاوبجكتيف بتساوي كام؟ صح كده؟ تعالى اخلع لي الاكس اي دي وحط مكانها 2 وشيل الاكس اي ده وحط مكانه 2 يديك كام؟ 10. يبقى اذا هنا ده هيبقى 10 thousands in dollars. طيب لو انا خليتها 6 و 0 تعالى حط لي هنا 6 وحط لي هنا 0 يبقى بكام؟ 18. يبقى هنا الاوبجكتيف فانكشن يساوي 18 صح؟ كده اقدر اجيب حاجه اسمها اليونت وولف اللي انا اديتها لك الاول وعديتها على طول اللون. اقدر اجيب خلي بالك اقدر اجيب اوبجكتيف فانكشن ات ماكسيموم ماينس اوبجكتيف فانكشن ات مينيموم على الماكسيموم افيلابيلتي اوف ام 2 ماينس المينيموم افيلابيلتي اوف ام 2 That's 18 minus 10 divided by 12 minus 6. That's ان انت عندك 8 over 6 4 over 3. حد يقول لي الديفينيشن او اليونتس؟ thousands of dollars بالطهر. وانت في الاصل عامل الافات صح؟ بيدي لك دولارز لكل مين؟ طب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان كل طن تزوده فوق الثمانية اللي عندك هيكسبك مقدار 4 على 3 دولارز بالطن. مش انت حاليا